السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وشكرا. استنجد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي السابق بصفوان السويكت رئيس النادي المعزول للتدخل لإنهاء قضية فسخ العلاقة التعاقدية معه، ونشرت صحيفة اليوم السعودية تقريرا أشارت فيه إلى أن حمد الله تواصل مباشرة مع صفوان السويكت من أجل الاتصال بالإدارة الحالية وحل المشكلة وبإقناعها بالتراجع عن فسخ العقد أو الحصول على مستحقاته. وكان النصر قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي إنهاء عقد حمد الله، وقال في بيان رسمي: إدارة النصر أنهت العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأضاف: يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة عن ذلك أمام الجهات القضائية المختصة. وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت تفاصيل الأزمة التي تسببت في فسخ عقد عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي النصر. وبحسب الصحيفة فإن الأزمة بدأت عقب مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي، حيث قام حمد الله بتحطيم السبورة التي يشرح عليها المدرب خططه بسبب عدم إشراكه في المباراة أساسيا. ومع تصرف حمد الله رفع سالازار الأمر للإدارة، ما دفع النادي لإشعار اللاعب بضرورة إرسال إفادة رسمية حول ما حدث بعد المباراة. وكان رد حمد الله هو السبب الأساسي في فسخ عقده، حيث رد برسالة نصية إلى أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي طالبا السماح له بمغادرة الفريق أو تعمد إثارة المشاكل. سأعمل أشياء لا تتوقع، وعادي جدا لو يتم خصم كامل عقدي، واعتبروها صدقة لكم. وقرر نادي النصر فور استلام الرسالة فسخ عقد اللاعب بعد استطلاع آراء خبير قانوني لدى الفيفا أكد أحقية النادي في فسخ العقد، حيث يعد تصرف اللاعب سببا جوهريا ومشروعا لفسخ التعاقد. لأنه لاعب كبير، مضيفا أن بهذا القرار المنفرد من إدارة النصر يكون الأخير قد أطفأ الشمعة الأخيرة التي كانت تضيء كيان النصر. وتابع مدير أعمال حمد الله أن الأخير ضحى بالعديد من الأشياء وأهمها المال من أجل قيادة الفريق إلى تحقيق إنجازات غائبة عن الفريق لمدة طويلة، مؤكدا أن شقيقه لا زال لم يتوصل بالعديد من الأجور المالية لأنه يعلم الوضعية المادية التي يعرفها الفريق، ولم يرغب في التوجه إلى الجهات المختصة من أجل أن يتوصل برواتبه عكس بعض اللاعبين الذين فعلوا ذلك. وأكد شقيق ابن أولمبيك أسفي لكرة القدم بأن الفيفا بقوانينها ستفصل في قضية فسخ النصر السعودي في عقد حمد الله من جانب واحد.